قال مصدر في المؤسسة العامة للطرق والجسور في مركز صيانة التربة بتعز إن المركز يستعد للبدء بمشروع تأهيل طريق الصحة كربة في مديرية الشمايتين كخط بديل مؤقت لطريق هيجة العبد. نعم، وعلمت قناة يمن شباب عن مصدر في المؤسسة أن محافظ تعز نبيل شمسان وجه بإيقاف العمل في مشروع صيانة طريق هيجة العبد منذ 11 يوما بعد ضغوط وشكاوى رفعها التجار ومطالباتهم بإعادة فتح الطريق أمام الشاحنات الكبيرة. وتسبب البدء في المشروع في إغلاق الطريق لعدة أيام واختناقات مرورية في المنفذ الوحيد الذي يربط تعز بمحافظتي لحج وعدن. وخلال الأسابيع الماضية واجه التجار وسائقو الشاحنات الكبيرة مشكلات كبيرة بعد تحويل خط سيرهم إلى طريق الصحة كربة في الشمايتين نظرا لوعورة الطريق وعدم قدرته على تحمل شاحنات محملة يتجاوز وزنها 25 طنا. وأكد مصدر في صندوق الصيانة بالتربة أن الصندوق بدأ العمل فعليا منذ يوم أمس الأحد في مشروع تأهيل طريق الصحة كربة كطريق بديل مؤقت بحيث يكون جاهزا لتحمل عبور شاحنات تزن 50 طنة، وبهدف قطع خط السير تماما في هيجة العبد لإنجاز صيانتها بسرعة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للجسور والطرق المهندس فائز عقلان. أهلا وسهلا بك مهندس، يعني أوقفتم العمل في مشروع صيانة هيجة العبد منذ أيام، ما أسباب توقيف العمل في المشروع؟ أهلا وسهلا بك. والله احنا وقفنا العمل لعدم القدرة على مواصلة الأعمال مع استمرار فتح حركة المرور للناقلات، حيث قد كنا يعني فتحنا طريق الصحة كربة كنص حولي، لكن هذا الطريق لم يصمد امام الحركه الثقيله، الحركه الكثيفه والحمولات الثقيله. مما تسبب بفتح طريق هيجة العبد مره اخرى، ولكن الحركه تسببت في شلل كامل في عمليات الاعمال، اضافه الى الاضرار الكبيره التي تسببه للطبقات التي يتم تجهيزها، والذي يؤدي الى تكرار تجهيز الاعمال بلا فائده، حيث انه من الان اكثر لنا اكثر من شهر ونحن نعاني العرقلة والتوقف، ونظرا لعدم صمود الطريق يعني وقفنا العمل ثم عدنا لتأهيله مرة أخرى لتأهيل الطريق البديل. وعندما ننتهي من تأهيل الطريق البديل سنستأنف العمل مرة أخرى في هيجة العبد. نعم، طيب ما هي خطتكم الآن يعني البديلة لتجاوز هذه الأزمة في ظل الاختناقات المتكررة؟ والله الخطة البديلة هو أن ستستمر الحركة في طريق هيجة العبد. نعم. حتى يتم تجهيز طريق الصحة كربة، وهو الطريق البديل الوحيد، حيث أننا تم عمل زيارات استكشافية. نعم. نحن مدير عام مكتب الأشغال بمحافظة تعز للبحث عن طريق بديل لتحويل الحركة إليها، وكان طريق الصحة كربة هي الطريق الأنسب. نعم. مع اشتراطات معينة كتخفيف الحمولة وعمل صيانة المناطق الصعبة، والآن نحن نقوم بتنفيذ عمل صيانة مؤقتة للمناطق الضيقة. نعم. ومناطق الانحدار الكبيرة، حيث سنقوم بتنفيذ معالجات محددة تم الاتفاق عليها مع الأخ الوكيل المساعد للشؤون الفنية والأخوة في صندوق الصيانة للطرق في عدن أثناء زيارتهم الأخيرة للطريق البديل. نعم، كل الشكر لك. نعم، كل الشكر لك المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للجسور والطرق المهندس فائز عقلان.